السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيبة الداري مع هيدي. وإن شاء الله غنحضر معكم تيب يعني كيجي مالح وحلو لإرضاء جميع الأذواق، خصوصا في الشهر الكريم. بزاف منا كتبغي الحويجة اللي كيكونوا حلوين، وأكيد أفراد من العائلة كتبغي الحويجة اللي كيكونوا مالحين. وتنفعنا هاد العجين نحضروها للمالح والحلو. نبدأ بسم الله على بركة الله. بالنسبه للعجين كتجي زوينه بزاف بدون عجين او عناء، يعني ما كندلكوهاش نهائيا. عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي هي 5 الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه، كل كاس كيوزن 100 غرام، معلقه ديال السكر حبيبات او السكر الخشن فقط، هكا باش كيجيونا حميمرين وكيجيو هكا زوينين. يعني من الاحسن انكم تستعملوا السكر غير معلقه او تستعملوا العسل، ودائما الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. ما نديرهمش يكونوا حلوين هكا بزاف، خصوصا ان غادي نعمروهم بحشوه اللي كتكون هكا مالحه. غنضيف واحد الكاس ديال ياغورت او زبادي طبيعي بدون نكهه، يعني طبيعي مسوس، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. نصف الكاس غادي نعبر بها الماء اللي يكون دافي، ونحاول انني نديرو مع معلقه ديال الخل وننزل مباشره على الخميره هكا باش تفعل لينا. ونصف الكاس ديال الزبادي كنعبر به نصه ديال زيت نباتي، القليل من الملح، ودائما الملح كتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي كنبدا بسم الله على بركه الله. كنجمع العجين، يعني عجينه زوينه ما فيهاش نهائيا لا بيض، يعني كتجي عجينه هكا اللي زوينه بزاف وكتجي رطبه بلا ما ندلكوها نهائيا. كنبدا كنجمع العجينه ديالي، كنعجنها غير بيديا، ماشي ضروري اننا نستعمل العجانه. انا كنأكد اننا ما تندلكوهاش نهائيا، كتجانس فقط. انا غادي نخدموها بحال شكل العجين المورق، بعجين سحري بزاف. وكنبقى كنضيف الماء هكا بشويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي. صافي حتى كتجانس عندنا العجين، اكيد ما نخليوهاش تكون هكا قاصحه بزاف، كيكون هذا هو القوام ديالها كيف ما لاحظتوا. ملي كتجي هكا رطبه نحطها ونغطيها بلاستيك الغذائي في المكان اللي عجنتها فيه، نغطيها بلاستيك الغذائي ونخليها تخمر ليا. ضروري ما تخمر، كل ما خمرات كل ما من الاحسن. يعني هكا كتاخذ الوقت في الخميره، نعجنوها في الصباح الا بغينا نحضروها للكوتي. يعني كنأكد حتى ان شاء الله في الشهر الكريم بنحضروها كالفطور، نعجنوها كشي شويه بكري باش نطيبوها في الوقت. يعني كل ما خمرات ما كتاخذش منكم نهائيا بزاف ديال الجهد، وكل ما خمرات كتجي هكا العجينه اللي كتجي رطبه وكتجي زوينه وكتجي مقطنه. يعني العجنوها كما شي 9 ل 10 وكتخمر، تاخذ خاطرها في الخميره تقريبا واحد ساعتين حتى 3 وعلى حسب الجو ديالكم. اكيد داك الجو هكا اللي كيكون دافي يعني ما كتاخذش منها نهائيا بزاف ديال الجهد. صافي نخليها حتى كتفعل فيها الخميره وكتخمر مزيان، كيقاوم ديالها يعني كيتضعف. نحاول انني نخرج منها دوك الغازات اللي كيكونوا فيها من العجين ديالي، يعني كتكون هكا العجينه رطبه بزاف، ونقطعها هكا على الكويرات تقريبا. نقسموا العجين عندنا ميزاننا، حاول انني نقد هكا الكويرات نبسطهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق. صراحه راه كتجي زوينه بزاف، كتجي بحال ديال برا تماما، وكتجي احسن الفرق اننا صوبنا هكا في البيوت ديالنا. صافي كناخذ بسم الله على بركه الله، نخلو الدقيق ونحاول انني نبسط العجين ديالي مزيان. ملاحظتوا يعني نحاول ان نعطيها شكل مستطيل او مربع، تجي هكا مقاده، ماشي ضروري انها تجي مقاده، نحاولوها كنقادوها لان من بعد فاش كنديروا الزبده كنجبدوها من الجناب. صافي خديت هنا الزبده بعد ما سرحت الكويرات اللي عندي كاملين بربعه، خديت الزبده 125 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، وكنخليوها هكا حتى كتبرد شي شويه ما تبقى سخونه. وصافي من بعد كنحاول انني كنوزع فيها هكا بشي شيته، يعني نستعملوا هكا الزبده راه كتخلي لينا البتي بان ديال كيجي مورق، وهاد الطريقه صراحه اسهل منها ما كاين. صافي من بعد كندير هكا الكويره وكنحاول انني كنقاد كنقرص مزيان وكنقلب العجين، نقادوها باش كيجي هكا السطح ديالها مقاد مع بعضياته، يعني كيجيو هكا الطبقات وحده فوق من وحده، باش من بعد ما كنبقاوش نقطعوا في العجين. يعني كتبقى عندنا هكا عجين اللي مقاده من الجناب، وما كيبقاش عندنا هكا الحاجه الحويجات اللي كيكونوا زايدين في الجناب. صافي كيف ما لاحظتوا كنجبد العجين مزيان، وانا من بعد كنضيف الزبده كندهن وكنحاول انني كنقلب العجين هكا باش كنجبدها مزيان. صافي ما لاحظتوا كنبقى مستمره حتى كنكمل
كويرات بربعه يعني. وانا كندير هكا الزبده، الزبده راه كتكون بارده وفي نفس الوقت كتجمد. صافي كيف ما لاحظتوا كنجمع العجين ديالي بحال شكل العجين المورق، ومباشره كنبسطها، نحاول انني نعطيها هكا الشكل اللي يكون طولي يعني، كنرقوها مزيان كيف ما لاحظتوا كتعطي دوك الفقاعات. هذا دليل ان العجين ناجحه معانا تقريبا. هذا العجين حضروه في بزاف ديال المملحات، ماشي ضروري بتيبان كتكون عجينه زوينه كتجي بحال العجين المورق تماما يعني. نحاول انني نبسطها، من بعد غادي نقسمها هكا على جوج من الاحسن. باش نص كنخدموه يعني حشوه اللي كتكون هكا مالحه وسهله، ونصف الاخر بحب الشوكولات اللي كيجي هكا بتيبان ديالنا حلو. صافي نحاول انني نورقها ونعطيها الشكل الطولي، ومن بعد كنورقها من العرض كيف ما لاحظتوا في الصوره. وغادي ناخد هنا الجبن، يعني جبن معروف كيجي بنين بزاف، ما نحاولوش نكثروا الجبن بزاف باش ما كيخرجش لينا وفاد لينا هكا ملي كنطيبوهم يعني. غير كنحاول ندير هكا واحد 4 ديال المعالق فقط، ونستعملوا لا داد في مي، استعملوا اللي متوفر لكم، كيفكم استعملوا غير الجبن. صافي كنبقى نحطوه على هذا الشكل هذا كيف ما نحطو يعني، الصوره كتوضح راسها. وكنطوي البتي بان ديالي، صافي هكا بهذه الطريقه كنبقى مستمره هكا. وكنحصل على البتي بان نقطعهم بواحد السكي اللي كيكون هكا حاد، مباشره في صفيحه اللي غادي ندخلوا الفران هكا باش كيزيدوا يخمروا لينا. نخليهم ياخذوا راحتهم في الخميره باش كيجيونا هكا مورقين. ملي كنقطعهم بواحد السكين اللي كيكون حاد، من الاحسن نستعملوا شي سكينه هكا اللي كيكون كبير يعني كيجي هكا مورق. صافي مباشره في الصفيحه، وغادي ندوز هكا العجين اللي غادي نحضرو بتي بان حلو. نحاول انني نقطع العجين وتنعبرها باش كيجيونا هكا بتي بان قد بعضياتهم تماما. نقطعهم بسكين او بجراره ديال البيتزا، وناخدو الشوكولاط. صافي بعد ما قطعتهم بالجرار كلهم، غادي نحاول اننا ناخذ هكا الشوكولات. استعملوا الشوكولات ديال يعني البتي بان، انا استعملت غير الشوكولات العادي بحكم ظروف اننا ضروري نقضيو باللي كان يعني شوكولا شوكولا ملي كدوب كتكون يعني تماما بحال بحال. حاولت انني نعطي هذاك الشكل ديال الشوكولات ديال البتي بان، قطعتها هكا على شكل اللي طولي هكا يجيو طوالين. صافي وكنبقى نطوي هكا بحال الشكل ديال البتي بان. بالنسبه للطوي حاولوا انكم هكا طويهم، ما طويهمش كبار لانهم ملي كيزيدوا كيخمروا يعني هكا باش ما كيجيوناش كبار بزاف، باش كيجيو يعني مايان وكيجيو هكا حلوين وكيجيو صراحه زوينين خصوصا لوليداتنا يعني، باش ما كيبقاوش يضيعوهم كياكلو هكا وحيده. صافي كنبقى مستمره هكا، ومباشره صفيحه ديال الفران نخليهم حتى كيضعف الحجم ديالهم. اكيد هاد الانواع المعجنات كل ما خمرات كل ما كيكون من الاحسن يعني، كتعطي نتيجه اللي كتكون زوينه بزاف. وهاد العجين كتكون بحال العجين المورق تماما، كتجي صراحه زوين وكيجي داك الفلطاج فيها باين، وماشي ضروري انها تبقى بحال العجين المورق يعني تبقى واحد المده او ترتاح. صافي كيف ما راحتو هكا وكيجي داك الشوكولاط في وسط العجين بعد ملي كيدوب لينا يعني كيجي هكا زوين، وكيدوب في البسيبان يعني كيعطي لذة اكثر خصوصا الوليدات يعني كيعجبهم بزاف
الشوكولات في وسط البتي بان. صافي هنا بعد ما خمروا لي ناخذ صفار بيضه اللي دهنتو مع، حاولت اني نضيف لي واحد شويه ديال الخل وكندهنهم هكا البتي بان ديالي على فران 180 درجه، نشعل عليه من التحت حتى كيتحمروا لينا تماما. عاد من بعد نحمرهم غير شي شويه من الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الغاز، من الاحسن انكم تدفيهم مزيان او تسخنوا وتدخلهم 30 دقيقه عاد طلعوا عليهم، ما طلوش عليهم قبل. هذه الانواع ديال المعجنات كنأكد وكنعاود نقولها كيكونوا بحال شكل الكيك، يعني الا طلينا عليهم قبل صافي كيهبطوا لينا ما كيبقوش منفوخين، كيجي هذا الشكل ديالهم. بالنسبه للبيتي با اللي كيجي هكا مالح صراحه، هذا كيجي لذيذ بزاف، كيجيو مقرمشين مقرمشين، كيجي الفلطاج فيهم باين يعني، وكيجيو هكا زوينين. وهاد العجين انا متاكده انها غادي تنفعكم خصوصا في الشهر الكريم. لعجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تخليوا لي ارائكم، تعاليقكم، لي لايك ديالكم اللي كتحفزني. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه.